بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم من كل خير. من قناة الشروق نحييكم ونقدم عرض المساء الإخباري نستهله دائما بأبرز العناوين. الخارجية السودانية تتحفظ على تحذير واشنطن لرعاياها وتدعو لتوخي الدقة. يونيت أمس تعتزم التنسيق مع يونيميد لتحقيق انتقال سلس إلى البعثة الأم. والسيول تقطع الطريق القومي، الخرطوم عطبرة والري تدعو للحيطة والحذر. أهلا بكم. وفي تفاصيل الأخبار، تحفظت وزارة الخارجية السودانية على تحذير الخارجية الأمريكية لرعاياها من السفر إلى السودان بدعوى احتمال حدوث جرائم ضد الأفراد والأموال. ودعت الخارجية السودانية في بيان لها نظيرتها الأمريكية لتوخي الدقة في تحذيرها لرعاياها بخصوص السفر إلى السودان. وأشار بيان الخارجية إلى أن ثورة ديسمبر أحدثت تغييرا كبيرا على صعيد أجواء الاستقرار السياسي وحرية التظاهرات وحماية أرواح وحقوق المواطنين السودانيين والأجانب على حد سواء. ودعت الخارجية واشنطن لمواصلة دورها في دفع عملية الحوار الثنائي البناء رفيع المستوى من أجل تطبيع علاقات البلدين وخدمة مصالحهما العليا. وأكد البيان تعاون الحكومة المدنية الكامل والمطلق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله في السودان وفي الإقليم. أعلن رئيس فريق التخطيط ببعثة يونيت أمس ستيفن ماكيوار خلال لقائه حكومة شمال دارفور عن عزم البعثة إنشاء مكتب إقليمي بالفاشر بالتنسيق مع يونيميد للانتقال الثالث إلى البعثة الأممية الجديدة. وأبان ماكيوار أن زيارته للولاية في إطار التخطيط والتعرف على الأوضاع على الأرض وتقييم الاحتياجات والأولويات، وأضاف أن البعثة تمثل شراكة لدفع جهود السلام والتحول الديمقراطي بالسودان، معلنا استعداد البعثة لتعزيز جهود الحكومة في حماية المدنيين وسيادة حكم القانون. وكشف ماكيوار عن خطة لوضع استراتيجية خمسية لدعم استراتيجية حماية المدنيين وحل مشاكل البنى التحتية، وأكد حرص بعثته على بناء الثقة مع الحكومة والمساهمة بإقامة عقد اجتماعي. وكان اجتماع مثمر جدا طرحنا فيه على كيفية وصول البعثة ومهامها، وقدمنا لهم ما نطلبه نحن في الولاية، وأكدنا لهم وأكد لهم السيد الوالي بأن الولاية إن شاء الله ستهتم اهتمام كبير جدا بأمر هذه البعثة وتسيير كل مهامها حتى تستمر في أعمالها وتقدم خدمات الجليلة من أجل مواطن شمال دارفور ومواطن السودان بصفة عامة. هذا الاجتماع استمعنا فيه أيضا من رئيس البعثة السيد ستيفن، وأكد لنا بأنهم إن شاء الله سيأتون بكل همة ونشاط لدعم أنشطة الولاية في مجال حماية المدنيين وفي مجال تقديم كل الخدمات الضرورية. أكد والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق استعداد حكومته للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي سيتم ابتعاثها للسودان العام المقبل تحت الفصل السادس. وبحث والي الولاية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان ستيفن سكوارا فتح مكتب البعثة بالولاية والتنسيق المشترك بين البعثة وحكومة الولاية. وأكد الوالي حرص حكومته للتعاون مع البعثة لتحقيق أهداف حكومة الفترة الانتقالية وتعزيز السلام والاستقرار. وأضاف والي جنوب دارفور أنه تم الاتفاق مع وفد بعثة الأمم المتحدة لتكوين لجان متخصصة لدراسة متطلبات المرحلة القادمة، مشيرا إلى الانفراج الإيجابي المتوقع فيما يلي خدمات المواطنين بجنوب دارفور. اتفقنا معهم أن يرسل لنا وفدا من قبل البعثة، بعثة الأمم المتحدة، وأيضا وفدا من قبل اليونيميد، وسوف يجلس مع اختصاصيين من ولاية جنوب دارفور للتشاور حول المطلوبات التي ترقب ولاية جنوب دارفور في تنفيذها من البنية التحتية وإقامة المصانع والاستثمار وتدريب الشباب. بحث والي شمال دارفور محمد حسن عربي خلال لقائه نائب رئيس بعثة يونيميد السيد كيكي الأوضاع
الأمنية والاقتصادية ومشروعات البنى التحتية واستمرار التعاون والتنسيق مع البعثة فيما تبقى من أمدها في خدمة مواطني الولاية. وطالب والي شمال دارفور البعثة بمساعدة الولاية في مشروعات قرى العودة الطوعية وسيادة حكم القانون. وعبر نائب رئيس بعثة يونبيد عن تقديرها للتعاون مع حكومة الولاية في دعم جهود بناء السلام وحماية مواقع العودة الطوعية، مؤكدة أن البعثة لا زالت تمارس مهام حفظ السلام بجبل مرة ومهام الأمن وتنفيذ بعض البرامج التنموية والقيام بدوريات حماية المعسكرات والقرى. تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور بمحاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة بحلف الجديدة، معلنا أن العدالة ستأخذ مجراها. وقال صديق تاور في تصريحات صحفية اليوم السبت إن الشعب السوداني أتى بعهد جديد من أجل تأسيس دولة العدالة والقانون. جاء ذلك خلال تسلمه مذكرة من لجنة أهالي القرية 10 بحلف الجديدة على خلفية الأحداث التي أودت بمقتل شخصين وإصابة 28. وأعلن تاور عن تنفيذ ومتابعة الحقوق المضمنة في المذكرة. وفي 2 أغسطس قتل شخصان وأصيب 28 إثر هجوم تعرض له أهالي القرية 10 بمحلية حلف الجديدة التابعة لولاية كسلة من مجموعة تنتمي لقبيلة الزغاوة التي تتخذ من حرم القرية ما ولها. وقع ناظرا عموم الفلاتة والتعشى بجنوب دارفور يوسف السماني ومحمود عبد الرحمن بشارة وثيقة وقف العدائيات تمهيدا للصلح نتيجة أحداث صراع قبلي بين القبيلتين بمحلية أم دافوق راح ضحيته عدد من الضحايا. وأكد والي جنوب دارفور موسى مهدي دعمه للاتفاق مناشدا الطرفين الالتزام بوقف العدائيات توطئة لقيام مؤتمر الصلح قريبا. وكشف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث بجانب إرسال قوات مشتركة إلى المنطقة. وتوعد موسى مهدي المتفلتين الذين يقومون بقتل الأبرياء بالحسم وتفعيل القانون الجنائي وقانون الطوارئ للقبض على أي متفلت وكل ما يحمل السلاح إلى جانب مصادرة الدراجات البخارية، مناشدا الأهالي الالتزام بالاتفاق ووقف العدائيات. أعلنت وزارة الري عن ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق تبعا لوجود سحب ماطرة وهطول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن محطة الخرطوم ظلت مستقرة فوق منسوب الفيضان 16.50 متر ب4 سنتيمترات لمدة يومين على التوالي، بينما سجلت محطة عطبرة 16.2 متر وهو أعلى من منسوب الفيضان 15.78 متر ب24 سنتيمتر، ومن منسوب العام 1988 ب12 سنتيمتر. وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية اليوم 599 مليون متر مكعب، أقل من تصرف الفيضان البالغ 609 مليون متر مكعب ب10 ملايين متر مكعب فقط. وناشدت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. قطعت السيول الطريق القومية الخرطوم شندي عطبرة صباح اليوم السبت وتسببت في تعطيل حركة السير بسبب المياه التي غمرت أجزاء من الطريق قرب جبل جاري جنوب شندي بولاية نهر النيل. وحجزت السيول عشرات السيارات. وأفاد شهود عيان بأن السيول العاتية قطعت طريق السيارات القادمة إلى الخرطوم والخارجة منها وتوقفت الحركة تماما في انتظار انحسار جريان المياه قبل مواصلة السير. ويكتسب الطريق القومي الخرطوم شندي عطبرة أهمية كبيرة حيث يربط البلاد بميناء بورت سودان. أصدر وزير الداخلية الطريف إدريس لائحة شؤون الأجانب لعام 2020 والتي تم بموجبها إلغاء لائحة شؤون الأجانب للعام 2006. ونصت اللائحة على إدخال نظام البصمة في المعاملات للأجانب ومنح رقم لأي أجنبي يدخل السودان ويقيم فيه على غرار الرقم الوطني وربط بيانات الأجانب بالرقم الأجنبي في جميع المعاملات بالدولة وإنشاء نظام إلكتروني لكل معاملاتهم الهجرية.
كما نصت على تفعيل دور دائرة مراقبة الأجانب من خلال الربط الشبكي بين نوافذ الإجراءات الهجرية ومكاتب المراقبة في جميع أنحاء البلاد، وذلك لأغراض ضبط الوجود الأجنبي وتسهيل وتبسيط الإجراءات الهجرية للأجانب. عرض المساء متواصل معكم وفيه نتابع. تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل ينظم حشدا بعد غد الاثنين لوقف تدهور المشروع. مرحبا بكم. أخبار العالم نبدأها من لبنان، حيث قال شهود أن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية. وأطلقت قوات الأمن بلبنان الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت. وتظاهر نشطاء لبنانيون في العاصمة بيروت تعبيرا عن غضبهم من رد فعل الحكومة على انفجار المرفأ الأسبوع الماضي، فيما لا تزال المدينة تشيع قتلاها وتبذل قصارى الجهود لاستيعاب حجم إعادة الإعمار. وحصد انفجار المرفأ الذي وقع يوم الثلاثاء وهو الأكبر في تاريخ بيروت أرواح 154 شخصا وأصاب نحو 5000 ودمر قطاعا من المدينة. ويشعر بعض السكان الذين يواجهون الصعوبات لإعادة بيوتهم المدمرة إلى حالها يشعرون أن الدولة خذلتهم مرة أخرى. بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس اللبناني ميشيل عون اليوم السبت الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار في بيروت بعد الانفجار الهائل للمرفأ يوم الثلاثاء. وقال مكتب جونسون في بيان إن الرئيس عون شكر المملكة المتحدة على الدعم الذي قدمته إلى الآن، بما في ذلك تقديم 5 ملايين جنيه استرليني ما يعادل 6.5 مليون دولار في شكل تمويل طارئ وإرسال السفينة البحرية الملكية إنتربرايز. وأضاف اتفقنا على العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تعافي البلاد وتعميرها على المدى البعيد فيما يواجه لبنان أزمة مالية وفيروس كورونا، وأثر هذا بجانب الانفجار المأساوي. قال مسعفون إن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مغاديشو قرب ملعب رياضي اليوم السبت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 14 في انفجار أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه. وقالت حليمة عبد السلام وهي أم لثلاثة أطفال تعيش قرب موقع الانفجار إن جنودا فتحوا النار بعد التفجير الذي أرسل أعمدة من الدخان إلى السماء. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب وهو يعلن مسؤوليتها عن الانفجار، قال إنهم نفذوا عملية استشهادية ناجحة على قاعدة عسكرية كبيرة في مقديشو مما كبد العدو العديد من القتلى والمصابين ودمر مركبات عسكرية. قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند لرويترز اليوم السبت إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة لطائرة ركاب هندية تحطمت أمس الجمعة. وكانت طائرة شركة إير إنديا إكسبريس تقل هنودا عائدين إلى ديارهم بعدما تقطعت بهم السبل في دبي مع حظر السفر بسبب فيروس كورونا. وتجاوزت مدرج مطار كاكيوت الدولي خلال أمطار غزيرة قرب مدينة كوزيكود، وارتفع اليوم السبت عدد القتلى إلى 18 شخصا بالإضافة لإصابة 16 آخرين بجروح بالغة. أظهرت بيانات أعلنتها منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية تجاوز المليون حالة، وأن جنوب إفريقيا هي الأكثر تضررا من هذا المرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في مايو الماضي من أن الفيروس يمكن أن يتسبب في إصابة ما لا يقل عن 10 ملايين شخص في القارة الإفريقية في غضون 6 أشهر. وتمت الإشادة بالدول الإفريقية لإغلاقها المبكر، لكن العديد من الخبراء يخشون أن يكون عدد حالات الإصابة أعلى بكثير بسبب نقص الاختبارات. ولم تسجل تنزانيا على سبيل المثال بيانات عن الإصابة منذ شهور. في أخبار الاقتصاد، دعا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جماهير ولاية الجزيرة ومزارعي مشروع الجزيرة وتنسيقيات لجان مقاومة مدن وقرى الجزيرة لحشد بساحة رئاسة المشروع ببركات بعد غد الاثنين لوقف التدهور الذي أصاب المشروع وإصلاح منظومة الري وإرجاعها لإدارة المشروع والإلغاء الفوري لكل منظومة القوانين التي عطلت المشروع على رأسها قانون العام 2005، وذلك لإنجاز استقرار العمل الإنتاجي في المشروع للوصول لمرحلة انطلاق المشروع وتطوره وازدهاره. وقال البيان إنه قد لاحت فرصة تاريخية لاستنهاض مشروع الجزيرة والمناقل في ظل وجود أبناء الجزيرة على رأس إدارة المشروع وحكم ولاية الجزيرة. توقع وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عبد القادر تركاوي المكلف نجاح الموسم الصيفي بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها أغلب المناطق الزراعية بالبلاد، ورغم تأخرها شهرا منوها إلى أن الزراعة بدأت في كل الولايات. وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المساحات المستهدفة للموسم الصيفي هذا العام تبلغ 63 مليون فدان، حيث تم تأسيس للمحاصيل بصورة جيدة، مؤكدا سعي وزارته لزيادة إنتاج البذور المحسنة. وقال تركاوي إن الوزارة كونت غرفة لمتابعة العمليات الزراعية بشكل كامل مع الولايات وحل مشكلة تهريب وقود الزراعة. وأوضح الوزير أن الوزارة بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية ستنتهي من تجارب زراعة الأرز هذا العام في 6 ولايات، ويبدأ الإنتاج في 10 ولايات العام القادم. في أخبار الرياضة، تواصل المكتب التنفيذي لنادي الهلال مع لاعبي الفريق بهدف تجميعهم اليوم السبت لخوض أول حصة تدريبية بملعب استاد الهلال. وتفيد المتابعات أن الاتصالات تمت مع كبار النجوم وتم إقناعهم بتقدير الظروف وحفظ الحقوق، وبدأوا التحرك من الولايات للوصول إلى الخرطوم، واشترط اللاعبون حصولهم على جزء من مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن تنطلق تحضيرات الفريق الأزرق غدا الأحد، ويعاني الهلال من فراغ إداري وأزمة مالية بسبب انتهاء فترة مجلس الكاردينال. تمسك اتحاد كرة القدم السوداني باستئناف منافسة الدوري الممتاز في 15 من الشهر الجاري، كاشفا عن أن نادي الهلال لم يتقدم بأي طلب لتأجيل مبارياته. وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الفاتح باني في تصريح لباك نيوز إن لجنته لن تعمل على تأجيل أي مباراة في المنافسة لأي فريق مهما كان. وكشف باني عن جولة خلال الأيام المقبلة من أجل تفتيش ملاعب ولاية الخرطوم للوقوف على مدى صلاحيتها، وأضاف أن الاتحاد سيشرع في تفتيش الملاعب التي ستستضيف مباريات الممتاز للوقوف على مدى الاستعداد لاستقبال الجولات. في دوائر المريخ، قال مدرب الفريق الجديد التونسي جمال خشاري من إدارة نادي الصفاقس شجعته على قبول تدريب الفرقة الحمراء. وأضاف خشاري في تصريحات لإذاعة الشمس التونسية الاتصالات بيني والمريخ كانت منذ فترة حول بنود العقد، وبعد الاتفاق تحدثت مع مسؤولين بالصفاقس لأن لدي عقد مع النادي، وللأمانة الإدارة كانت متفهمة جدا وشجعتني. وأشار خشارم إلى أن المريخ معروف وهو من أكبر الأندية في إفريقيا، ويأمل المريخ العاصمي في العودة القوية للبطولات الإفريقية بعد أن ظل الفريق يخرج من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. وختام العرض المسائي الإخباري من قناة الشروق، نذكر بأبرز العناوين. الخارجية السودانية تتحفظ على تحذير واشنطن لرعاياها وتدعو لتوخي الدقة.
يونتيميس تعتزم التنسيق مع يونيميد لتحقيق انتقال سلس إلى البعثة الأممية الجديدة. السيول تقطع الطريق القومي للخروج الطريق القومي الخرطوم عبرة، والري تدعو للحيطة والحذر. انتهت جولتنا السودان هذا المساء، قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق. شكرا لمتابعتكم، تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.